لكن انتوا ايه؟ اوعى تفكروا تخوفوني يعني بشويه وراء ونتائج. انا بعد ما خلي اللي بده يهددني، سامعين؟ يزار حبيبي تقبرني انت، روق شوي. شو بك؟ انا من يمك نسيت؟ ما رحت انا وجهاد لعندك. بس الشغله منا عندي، الشغله عند جابر. معند بده يبعث التحليل اللي عملته هي على وزاره الصحه، سال غازي وقال له انونيا هو مغطى. بعدين الله يسامحك انت بتبعت هيك وسخ لحمه؟ لك بتصير، شو اخر الدنيا؟ هلا بدك تقول لي كل ما زارع لبنان واللحمه نظيفه؟ الناس هون معدتها بتهضم الحجر، قطيعه. اصلا اذا اكلوا شيء نظيف بيمرضوا. والله انا قلت زيت شيء، بس شو بدي اعمل؟ معندين. جيب لنا برازيلي. اكيد فيك تجيب، ما هيك؟ بجيب يا خيي، بس ساعتها حصتك بدك تنساها. بعد في لك دفعه انت وياه بتنسون. لا لا لا، ليك رياض، انا مصرياتي بدي اياهم، يا منك يا منه. نزار معلش بسحب دقني. شو بك يا زلمه؟ في كتير شغل بيناتنا لقدام، مش رح توقف على كم الف دولار هي. بتعرف شو؟ انا حصتي نسيها، بس حصه جهاد خليها. هيك بتنبلع.